طيب راح نكمل الان بالريكتيفايرز. بدينا المره الماضيه اخذنا تو بالس ريكتيفاير كنترول ريكتيفاير. هاي محاضره مهمه لانه فيها فكره الانفيرجن. الريكتيفاير راح يتحول لانفيرتر. راح نحكي عن البالسز كيف ناثر البالس. هلا عندنا هون رح ناخذ الاي سي. هي عندي هون اي سي سورس. عندنا هدول رقمناهم 1 2 3 4. هلا اذا بنطلع هون على فول ويف ريكتيفاير، خلينا ناخذ 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3. هاي الويف فورم الأصلية. الويف فورم الأصلية بدنا نعملها ريكتيفيكيشن، بس هاي الريكتيفاير هون كنترول ريكتيفاير. ايش راح اغير الكنترول ريكتيفاير يا لين الحداد ورواندا ابو فضة؟ ايش الفاريبل اللي راح اغيره بهذا الريكتيفاير؟ الفايرنج انجل. فبغير الفايرنج انجل ب 1 2 3 4 بحيث اني اغير الافرج تبع الاوتبوت. هلا لازم نحط هون خط احمر 1 2 3 1 2 3 4. هلا احنا بدنا نغير الافرج دي سي، الافرج دي سي تبع الاوتبوت. رح نصير نغير الفايرنج انجل. رح اصير اعمل فايرنج على مكان معين، وهذه هون. قديش الافرج تبع الاوتبوت فولتج رح يكون؟ كيف ممكن احسبه؟ هلا رح افترض هون انه بعمل، طبعا هون الفا هاي عم مين بعمل فايرنج؟ 1 و4. بالفترة هاي بعمل فايرنج على 2 و3. وببدا باخر الالفا من هون، كل ما اخرت الفا رح يصير في عندي هاي الفولتج هون. هلا رح افترض الافتراض انه اللود هيفلي اندكتيف لود. heavily inductive load فعندي هون inductor و resistor heavily inductive load L و R. okay it's so heavily inductive انه الكرنت راح يصير continuous، ومش بس راح يصير continuous راح يوصل تقريبا دي سي. الريبل راح يكون صغير جدا فيه، فالكرنت راح يضل continuously flowing لفتره معينه ل 180 درجه. راح يعمل flowing ب 1 و4 لفتره 180 درجه من هون، وبعدين لما بعمل firing ل 2 و3 راح يصير في commutation. الكرنت في اللود راح يضل ماشي، بس بالاول كان مساره هون بين وين وين؟ من 1 في اللود ويرجع في 4. لما بعمل كوميتيشن او فايرنج ل 2 و3 شو بصير؟ بصير الكرنت يمشي، بضل ماشي بالدي سي بهذا الاتجاه، بس بصير الان يمشي في 3 ويرجع في 2. اوكي؟ فخلال البوزيتيف، خلال البوزيتيف هاف سايكل راح يمر في 1 و4، خلال نيجاتيف هاف سايكل راح يمر في 2 و3. اوكي؟ وهلا راح اعمل فايرنج، راح اعمل ديلي هون الفا، وراح اعمل هون ديلي كمان الفا. خلينا نحطه بنفس اللون الازرق. راح نعمل ديلي كمان هون بنفس الزاويه. فهذه عندي هون الفا، اذا عندي هون الفا، وخلي هاي عشان تكون نفسها. اللي بيحكي برضه اللي بيحكي الثاني، في حد بيحكي وراء اذا سمحتوا. وهون عندي هاي الفا. إذا هون أخرنا، ولازم نأخر بألفا وألفا. هلا لأنه الكرنت كونتينيوس ما راح يطفي الإس سي آر، السبب الوحيد راح يعمل سويتشنج أوف في الإس سي آر، إنه الإس سي آرز الثانية التنين هون عمل سويتشنج أون وصاروا هم ذا موست بوزيتيف، 3 صار ذا موست بوزيتيف و2 صار ذا موست نيجاتيف، أو العكس راح يطفي 2 و3 لأنه الكرنت كونتينيوس، الكرنت ما نزل لزيرو، فما فيش حالة راح يطفي فيها الإس سي آر لأنه الكرنت نزل لزيرو. إذا هون عندنا الاوتبوت فولتج راح يصير شكله اللي هو الاحمر، راح يصير عندي هون، راح يضل مستمر هون لحد النقطة هاي. نعم ما احنا قلنا انه هون عندي لسه كونتينيوس، راح يضل كونتينيوس الكرنت، الاندكتر راح يضل مشغل مزبوط، ما فيش فايرنج لاثنين وثلاثة. لو فيش 2 و3 انسى 2 و3، ايش كان راح يصير عندي هون؟ مش راح يكمل كان؟ متذكر الكرنت في الاندكتر؟ تذكر لما عملنا الاناليسيس
على السيركت والاندكتر لما بدا الكرنت شوي صغيره ينزل في الاندكتر صار دي اي على دي تي نيجاتيف فهو صار لود ولانه لود خلى مشغل هذول الاثنين مشغلين لفتره زمنيه معينه كانت زاويه هي مش فاي بس ممكن لها علاقه بفاي اللي هي اللود انجل هلا بالحاله هاي السبب انه طفى مش لانه الكرنت نزل لزيرو لانه شغلنا 2 و3 فالاوتبوت تطلعوا هلا الاوتبوت شو صار شكله في عندي جزء منه راح يكون نيجاتيف من هون بعدين راح يرد يرجع عند الفايرنج هون راح يصير بوزيتيف وراح يكمل هلا هون هيك بهذا الشكل وبنفس الطريقه راح يكمل من هون وهون راح يكون نفس الشيء اذا شكل الويف فور بهذا الشكل هل هي بهذا الشكل اللي انا راسمه بالزاويه اللي انا راسمها هل الافرج بوزيتيف ولا نيجاتيف تبع الاوتبوت فولتج لسه بوزيتيف مش هيك لحد ما اضل ماشي لوين لو وصل 90 لما بوصل 90 شو بصير عندي بصير عندي الكرنت بوزيتيف هذا هون راح يكون الفولتج هيك والفولتج هون في كل الحالات الفولتج الكرنت لسه بوزيتيف راح يكون عندي مثلا مكان معين هون الكرنت في ريبل طبعا بس انا مهمل الريبل اللي موجود فيه معتبر انه هذا فيري هيفلي اندكتيف لود فهذا الكرنت هذا اي لود طيب هلا السؤال ايش الكرنت اللي في السبلاي اللي بيجيني من السبلاي مش هو نفسه الكرنت اللي بيجي من السبلاي هو اللي بده يروح في اللود بس الاختلاف ايش الاشاره بفتره زمنيه معينه راح يكون الكرنت اللي جاي من هون جاي من خلال 1 و4 وبفتره زمنيه معينه راح يكون الكرنت اللي جاي هون هو جاي من 2 و3 لما يجي من خلال 2 و3 راح يكون نيجاتيف هون بالسبلاي ولما يجي من خلال 1 و4 راح يكون بوزيتيف هذا الكونتراكت على فكره هاي لانها فكره صعبه جدا وغريبه راح تشوفوا هلا الكرنت بيعمل شيفتنج هلا هون احنا متفقين ليش الكرنت هذا انا رسمته دي سي طب ما الفولتج هيك شكله الفولتج فيه ريبل ليش هذا رسمته دي سي لانه هذا هيفلي اندكتيف لود لانه هيفلي اندكتيف لود اي اي سي موجود بالسيجنال عماله بيعمل له ريجكشن والدي سي بمر هل الدي سي بتاثر بوجود اندكتر هون لا لا لانه الدي سي بالنسبه له هذا الاندكتر غير موجود فلو حللت الفولتج هاي مش هاي بقدر احللها لاي سي كومبوننت ودي سي كومبوننت مزبوط هاي الويف فورم مش بقدر احللها لاي سي ودي سي ايش الدي سي تبعها هو الافرج ايش الاي سي تبعها راح يكون نفس هاي الويف فورم نازله والافرج تبعها زيرو وبعدين بقدر احللها بالهارمونكس احللها الهارمونكس تبعتها مزبوط هلا اذا جينا طلعنا هاي ايش الكرنت اللي راح يمشي في هذا الاندكتر هو الدي سي كومبوننت تبع هاي مقسوم على ار هذا الكرنت شو بيساوي اي بس حطه كابيتال اي الكرنت اللي ماشي هون كابيتال اي بده يساوي في افريج اوتبوت هذا الافريج اوتبوت الدي سي اللي موجود هون على يعني احنا شو عملنا هون حللنا الاوتبوت سيجنال لتو كومبوننتس كانه اخذنا في اوت في اوت اوف تي حللناها لفي افريج زائد في اي سي مظبوط كل فاهم هاي النقطه اذا بدك تخليها في اوف تي فهاي الويف فورم الحمراء هاي شايفين الويف فورم الحمراء هي مكونه من قطعتين من جزئين في اي سي في افريج اللي هو دي سي وفي اي سي اللي هو الاي سي الكومبوننت هذا شفتد لتحت بمقدار الدي سي بحيث انه الافرج بايش عرفنا احنا الاي سي والدي سي تعريف الدي سي هو قيمه كونستنت ما بتتغير ما بتتغير قيمتها الاي سي تعريفه الافرج تبعه زيرو اذا هذا الافرج تبعه زيرو اذا هذا مكون من اي سي كومبوننتس لهم فريكونسيز مختلفه لانه هون عندي هاي لها فريكونسي فاندمنتال وهارموني لكن هلا ايش راح ينشا عن هذول راح ينشا تو كرنتس مظبوط راح ينشا كرنت بسبب الافرج وراح ينشا كرنت بسبب الاي سي بس الكرنت بسبب الاي سي لوين بروح لانه ال از فيري هاي او فاي اللي هي الزاويه اوميجا ال على ار تان ماينس 1 لانه هاي عاليه جدا الزاويه هاي عاليه جدا صار الامبيدنس تبعها بالنسبه للاي سي عالي ففي اي سي عفوا مش بي اي سي اي 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 سي اي سي كل فاهم هاي النقطة؟ إذا أنا إذا بدي أحسب هذا الكرنت إيش لازم أحسب؟ الأفرج مش الـ RMS بالحالة هاي عشان أقدر أحسب الأفرج كرنت راح يمشي في اللود بحسب الأفرج تبع الفولتج بعدين إيش بقسمه؟ على R إيش بعطيني؟ ما بقسم على الإمبيدنس بقسم على R بقسم على الإمبيدنس بس الإمبيدنس ما إلها قيمة هون لأنه هذا دي سي مظبوط؟ فهون هذا الاندكتر ايش ايش الامبيدنس تبعته لدي سي؟ غير موجود كانه مش هيك كانه شورت سيركت مظبوط؟ لو حطيت هون 10 فولت
بغض النظر عن القيمة هاي 10 فولت دي سي، يعني لو جبنا 10 فولت دي سي اد ستيدي ستيت وحطيناهم بهذا الشكل وعندي هون ريزيستر، قديش الكرنت راح يمشي هون بدون ما اعرف قيمة ال؟ هي في على ار، مش هيك مزبوط؟ اد ستيدي ستيت بعد ما خلص الترانزيانت. نفس الشيء هون، انا عندي هذا في له دي سي كومبوننت واي سي كومبوننت، الدي سي كومبوننت اللي له اذا قسمته على ار راح يعطيني الدي سي كرنت اللي هو الافرج من هون. هلا في ريبل، الريبل هو الاي سي، بس انا من كثر ما كبرت الاندكتر من هون راح اعتبر انه هذا الريبل مخلع. اوكي ماشي، كل فاهم هاي الفكره واضحه؟ اذا راح يبدا عندي كرنت من هون والافرج تبع هاي الويف فورم نقدر نحسبه، نقدر نطلع له معادله بدلاله فال. هلا هون عندي هاي الطول هذا قديش من النقطه هاي للنقطه هاي؟ باي. مش هيك؟ من هون لهون باي، لانه وانا بغير الفا من هون ايش راح يصير؟ لازم تتغير الفا هون معها، ولانه الكرنت كونتينيوس ما في عندي ديسكونتينيوتي، ما بيصير عندي انه يطفي بسبب انه الكرنت صار زيرو بعدين يرد يشتغل مره ثانيه. لو اللود ما كانش هيفلي اندكتيف راح يطلع عندي شكل زي هيك، راح يطلع عندي كونتينيوتي هون بعدين راح يطفي بعدين راح اشغل الفا وراح يطلع عندي الشكل هذا هون. هلا هون هذا ليش طفى؟ لانه الكرنت نزل لزيرو في اللود، لانه مش هيفلي اندكتيف. ليش سالب نزل اللود؟ الفولتج ما هو بينزل، مش قلنا بينزل الفولتج هون؟ بصير ايش؟ بس اشتغل كم مره برجع موجب لانه اتجاه الكرنت. خلينا